من هم أصحاب الكهف وأين يقع كهفهم؟ أصحاب الكهف هم فتية من أشراف قومهم آمنوا بربهم ووحدوه بعد أن كشف الله عز وجل الغفلة عن قلوبهم في عهد الملك الرومي دقيانوس الذي كان يعبد الأصنام في زمن انتشرت به رسالة سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، فقرروا الفرار من قومهم خشية على دينهم الذي اعتنقوه وهو توحيد الله وحده، مخلفين وراءهم قومهم الذي عبد الأصنام والأوثان. قال الله تعالى: إذا آوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. أين كان موقع كهف أصحاب الكهف؟ بعد أن قرر الفتية الهروب بدينهم خوفا من الحاكم آووا إلى كهف واسع أضحى برحمة الله جنة لهم، وقد ألقى الله على آذانهم في هذا الكهف النوم الذي أراح به قلوبهم وأعطاهم به السكينة والطمأنينة لمدة 309 سنوات. اختلف الباحثون وعلماء الآثار في تحديد مكان الكهف الذي لجأ إليه الفتية، وحاولوا معرفة مكانهم ومكان كهفهم تحديدا، ووقع الاختيار على عدة أماكن في المنطقة الخاضعة للحكم الروماني استنادا إلى الدراسات التاريخية والأثرية التي أجراها الباحثون. رجح معظم الباحثون أن الكهف الرقيم الذي يقع في قرية اسمها الرجيب قرب منطقة سحاب جنوب العاصمة الأردنية عمان هو موقع الكهف الوارد في القرآن الكريم، وخصوصا بعد أن تبين وجود مسجد أعلى الكهف، كما تؤكد على ذلك الآية القرآنية الكريمة بقوله تعالى: فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. كما أقر البعض أنه قد يكون كهف إفسوس الواقع في الأراضي التركية في منطقة هضبة الأناضول، ويقع هذا الكهف في جبل بيون من الجهة الجنوبية للجبل. ما هو عدد أهل الكهف؟ أنزل الله عز وجل في كتابه المبين سورة كاملة سميت بالكهف تقع في الجزئين الرابع والخامس عشر، تخليدا لهؤلاء الفتية الذين فروا بدينهم خوفا من الحاكم. واختلف الباحثون في تحديد عدد الفتية، فقد قال بعضهم إنهم 3 فتية وكان معهم كلب هو رابعهم، وقال آخرون بأن عددهم 5 وكلبهم هو السادس، وقال غيرهم بأنهم 7 فتية وكلبهم الثامن. وأيا كان عددهم فعلمهم عند الله، ولكن يتوجب علينا معرفة العبرة والموعظة التي وردت في هذه القصة، فلو تمعنا في الأحداث نرى رحمة ولطف الله لهم كيف تولى حفظهم خلال 309 سنوات بتسخير ملائكة تقلب أجسادهم يمينا وشمالا حتى لا تبلى أجسادهم وتأكلها الدود، بقوله تعالى: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. كما ألقى الرعب على قلب الحاكم وأعوانه فلم يجرؤ أحد على الدخول إلى الكهف، فمن يصدق الله يصدقه الله ويأويه ويحميه.